ليها الصبح، بس انا قلت لهم لو سيبناها للصبح هتعمل ريحه في البيت. فرحت شلت سله الزباله ومشيت ارميها. احنا عاده بنرمي الزباله في حته ارض جنبنا مهجوره، وكل سكان المنطقه بيرموا فيها زبالتهم. المهم وصلت هناك ورحت قلبت السله وفضيت اللي فيها، وفضلت ارفعها وهبدها كذا مره على الارض علشان لو في حاجه لازقه في السله تترمي. انا ضربت السلة 3 مرات وما كنتش قصدي العدد ده. اول لما شلت السلة والتفت علشان اروح سمعت نفس صوت ال3 دقات اللي عملتهم اتكرروا تاني من ورايا. قلت يمكن كلب او اي حاجة، بس لما بصيت ورايا ما لقيتش حاجة اصلا ورايا، والمكان فاضي حرفيا، جسمي اتلبش حرفيا، وخفت جدا وجسمي اشعر. اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احمد ربيع من قناة جمد قلبك. تجارب المتابعين، قصة حقيقية حدثت بالفعل. بس قبل ما نبدأ يا ريت متنساش اللايك والشير لانهم بيفرقوا كتير في انتشار الفيديو. ولو اول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب وكمان فعل الجرس علشان كل قصة تجيلك اشعارات بيها من غير ما تدور عليها. وبس كده تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. قصص المتابعين. اول قصة معانا لأم تيام وحنين من السودان. بتحكي القصة وبتقول: انا من السودان وساكنين في منطقة في اطراف العاصمة. في يوم بالليل كنا قاعدين انا وامي واختي، وكانت الساعة حوالي 9:30 بالليل. نسيت اني ارمي الزبالة بالنهار زي ما انا متعودة. فانا في الوقت ده واحنا قاعدين امي سألتني اذا كنت رميت الزبالة ولا لا. افتكرت اني ما رميتهاش، فقلت لامي خلاص هروح ارميها دلوقتي. هما طبعا قالوا لي لا الوقت متأخر خليها الصبح، بس انا قلت لهم لو سيبناها للصبح هتعمل ريحة في البيت. فرحت شلت سلة الزبالة ومشيت ارميها. احنا عادة بنرمي الزبالة في حتة ارض جنبنا مهجورة، وكل سكان المنطقة بيرموا فيها زبالتهم. المهم وصلت هناك ورحت قلبت السلة وفضيت اللي فيها، وفضلت ارفعها وهبدها كذا مرة على الارض علشان لو في حاجة لازقة في السلة تترمي. انا ضربت السلة 3 مرات وما كنتش قصدي العدد ده. اول لما شلت السلة والتفت علشان اروح سمعت نفس صوت ال3 دقات اللي عملتهم اتكرروا تاني من ورايا. قلت يمكن كلب او اي حاجة، بس لما بصيت ورايا ما لقيتش حاجة اصلا ورايا، والمكان فاضي حرفيا، جسمي اتلبش حرفيا، وخفت جدا وجسمي اشعر من الخوف. طلعت اجري وانا خايفة لحد ما وصلت البيت، ومن يومها حرام تنزل ارمي الزبالة بالليل. منى حسين بتقول: كنت في المدرسة وصاحبتي تعبت قوي، نزلت علشان ابلغ الحكيمة واجيب لها علاج. رجعت الفصل بعدها وقالوا لي ان صاحبتي راحت الحمام. رحت لها الحمام ولقيتها. بالمناسبة الحمام عبارة عن طرقة و4 حمامات جنب بعض في غرفة واحدة. كان في باب وحيد مقفول، اكيد هي جوه. رحت خبط عليها ونادهت وهي ردت عليا وقالت لي: حاضر خارج اهو. فضلت مستنيه دقيقه، كنت سامع جوه صوت رجل زي الحيوانات. ما كانتش خطوات بني ادم، لا الدبه دي كانت لحيوان قوي، عمال اتخبط جامد على الارض. وفي نفس اللحظه اللي كنت خلاص هفتح فيها الحمام، لما لقيتها اتاخرت جوه، لقيت بنات جم من برا، وكل واحدة دخلت حمام، وواحدة واحد فتح الباب اللي كان مقفول قدامي اللي صاحبتي فيه. اكتشفت ان الحمام فاضي اصلا. طيب مين اللي كان بيكلمني من شوية وصوت الخطوات الغريبة اللي سمعتها جوه؟ قلت لنفسي اكيد متهيألي.
بس انا اتصدمت وخرجت من الحمام جري علشان بابا تقابلني صاحبتي واقفة عند الباب. اتلهت فيها وفضلنا نتكلم ونسيت خالص اقول لها على اللي حصل جوه لانها كانت واقفة تعبانة. روحت للحكيمة والحكيمة قالت لها خلاص تروح بيتها ترتاح. بعدها بكام يوم لما صاحبتي رجعت للمدرسة بعد يومين اخدتهم اجازة افتكرت اللي حصل وسألتها واتفاجئت بردها. قالت لي انها اليوم ده ما نزلتش الحمام خالص. قلت لها ازاي اذا كان انتي رديت عليا من جوه؟ قالت يمكن بيتهيألك. تعبت جدا وصاحبتي قالت لي بعد كده لما تدخلي الحمام تسمي بالله وتقولي اعوذ بك من الخبث والخبائث. صاحب الموقف الاخير بيقول انا شغال في شقة والحمام بتاعها بايظ، فلما كنت احتاج ادخل الحمام او اي حد من زمايلي في الشغل كنا بنطلع الشقة اللي فوقينا اللي كنا واخدين المفتاح بتاعها. طلعت الشقة كالعادة وبفتح الباب اللي بالمناسبة محدش يعرف يدخلها غير من الباب. المهم وقتها كان بعد العشاء فتحت الشقة ولما دخلت تخيلت بجسم غريب واقف قدامي على طول. اول ما دخلت من باب الشقة الجسم ده فجأة لقيته تحول وبقى قط اسود واقف قدامي. القط ده دخل زي فجأة كده صعب يدخل لان باب الشقة قفلته وده اكيد كان جوه قبل ما افتح. بس دخل ازاي ده غير ان الشقة مفيش جنبها اي سكن علشان يعني ينط من بيت قصاد الشقة ويدخل، وغير كمان ان انا طول اليوم بيدخل بدخل الشقة وما كانش فيه قطط. دول تلات مواقف حصلت للمتابعين. في غيرهم هينزل تاني. ابعتوا تجاربكم وقصصكم الغريبة والمرعبة، والنهاردة كانت الحلقة التانية من تجارب حقيقية. وانا المتابعين اللي سمعوا التجارب دي، اي حد مر بتجربة غريبة او ملهاش تفسير يبعتها لي على الكومنتات او رسائل الماسنجر عندي على الفيسبوك. هتلاقي لينك الاكاونت بتاعي تحت في الديسكريبشن. نقل لنا محمد مهنا تجارب المتابعين النهارده. فلو عجبتك باي شكل من الاشكال يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناه انزل حالا اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناه جمد قلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.